Hello, welcome to Culture and Identity, a show that you don't want to miss. I'm your host, Jennifer Jopute, and today we'll be having an amazing person from the music industry. You cannot talk about music without talking about him. He's none other than the legend, General Paulino Misaka. And you're going to learn a lot about him, his music, and what he's up to, and I'm sure by the end of this show, you will learn a lot. Come along and let's have it. Hello and welcome to our program for Culture and Identity. My name is Jennifer Jopute, and today our guest is someone that needs no introduction. He's a legend. When you talk about music, you cannot talk about music without General Paulino. And he's here today with us. You're going to learn a lot from him, and you're going to know who he is and what he's doing right now. General, you're welcome to the program. Marhaba. Thank you. Ana Paulino Misaka Loro. من مواليد القرن الفات سنة 1959 حاجة بشكل ده و اتولدت باتنين ابو من ام وابو بيتحدث اللغة البارية كله ام من بجلو ابوي من ينبرا وبارية So انا نعرف في واحد حاجة اللي هو ميوزك مين انا نجيرا بسكرين انا نعرف انه فنان جنرال بولينو mina gani shikini manga za tu min zamanda wuri lanna jani taki fi music bada miten ay ana awalan bashkur rabbana katira shanana kum fi hadra btakun fi al ta'rif an nafsi wa da fursa kwaisa lil jumhur bitana barra hinak diara aruf munu ana sahi ana utwalata fi biya bitanas bagannu yani nena fi jubala manna sugar la mawladunna الأب لما يصرف مية زمن ذاك المية كان بيجيهم 28 ناس كان 20 شبانين في بيكا طبعا كان شبتانا تبارا سبيكا كان في موتو ناس بقونا يذكروا المي مرهوم ده بروتان بتاعنا وكان في ناس كمان حصاد بتاع دورة طالة كويس فول طالة وناس في شبع ده بيقولوا ريت يمنى ناس شبانين كمان في ناس برقصوا كان شباب صغار وناس كبار yeah. عندنا فترة بتاع القمرة لما يطلع كان عندنا برضو بنغني بنلعب لأن الجو كان جميل ودايما حياة بتاعنا كان في جوبا أو في البلد yeah. بتاعنا أنا عرفت الغنى قبل ما ألعب الجيتار ذاته أنا بلعب آلات شعبية ذاته كان في فرقة سنة 70 جاء اسمه هاي لايف بان جاء من خرطوم بتاع أخواننا من توريد وغناتهم وناس موجود في ركن الجنوب كانوا في إذا هنا تا جنوب السودان إيان 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 ماما أنا أنا كده أنا قلنا أكوان أنا معلومة بنالا بجد ناس أبيض دائما نقان وناس ثانيين البيجا من برا أنا مشيت صلت الجيتار بتاعي بسيليك من لوحو وعملت بحاجة كان اسمه جلون جلون نفتكر ما شفتوها جلون زمان ذاك عادي زالا صلاتها بسيليك واحد وبدأنا ندق دق كده الناس كمان بتكيفوا في معانا كان في الزمن ده بيلعبوا حاجه ده فمن انا صغار انا احب الشغل ده بعدين منك يا هو من انا بلعب اسا اورجن هو البيانو ميكانيزا لم تبدري وتاني مشيت يا بقى لما مشيت خرطوم انا لقيت فرصه كبيره هناك عشان كان في فرقه بتاع كنيسه سان بيتر ام بول انا كنت كويا ممبر فوقه وانا تعلمت على الالات دي هناك واو انت منشن حاجه اباوت مشيتك في خرطوم كان دي مدرسه ولا انت ماشي في اي في كان اثنين كلامك صح انا مشيت لسبب تاع علاج لخرطوم انا زمان كان في مشكله تاع التراكوما انا يلا ابوي قال يا اخي اخو ابوي قال يا اخي زول امشي خرطوم لان خرطوم كان احسن الا تعيون كان هناك احسن في سبيشالايز دكتورز هناك يا مشينا خرطوم ولما قعدت هناك دخلت مدرسه ثانيه ووصلت فرقه بتاع الكنيسه هناك واو سنة كم معلومة كبيرة كم السبعينات واو سبعينات انت باكر تتذكر اول غنى تاكي اول غنى تسجل كده في استوديو شريط كده انت ممكن باكر تتذكر اي نعم يعني تعمل اغاني كتير انا عندي اغاني كان في بنيانة من الصغار طبعا نحاول نعبر عن بنات طبعا نقول يا يعني فلورا ده اسا اغنيه شكل مانجا اصلا
wo gasid bus flora dakal suker ya na ja dakal baga fi mangada ana da min badri lakin gunat kan katir na kan be haki gunat na ta firqat aran sian wal rajab sen da kan baru na beguna wa firqa kan fi na ta life da ufta kuat jesa kan dom firqa na pa jesis mu jaz kuat shab al musallaha lakin gunat hakati kida na bezakar شوف بلدي يا جماعة الدنيا فوق كيف برضو أنا عملته يا ممكن ده من الغنات وجت طور يا ونس ما جا وين يا وناني يجوا بروتان تباري سبيكا وعندنا غرنا نيار نان نيار دوب تكير وده شريط كان اسمه جا وين لكن في ترانيم تاني أنا عملت أنا طبعا ذاته عندي كرامة في كنيسة كاثوليكية asa begano kan fi khartoum kan barra kan fi jubayna begano tarani mana amaltu zato tatfal u beta nas kubar zato wow ay nashkur rabbana nashkur rabba ala le rasadu ita gaynu dorta agani aw ta music shunu ashan bijib salam fi jinaba sudan wallah ya betti alughri da ndu dor katir في علاج هيلينج نفسية الناس أنا دار أقول لك جنوبين ده كله شالوا ما كنا ممكن تلا في الشوارع بعريانين مجانين يعني الغنى بطمنك تسمى ده هوب بديلت أمل بأن بكرة بكون كويس غنى بعلم اللغة إيه رأيك غنى بيجيب تاريخ قديم تأجدادنا بيجيب لك في الحال في الحاضر اوكي قلنا تعديه قلت كل عديه ده اصلا انا بس ناس في مع القاعده بتاعهم مبسوطين قال يا فولين كل يوم معك بعربي بعربي ما تاروتان انا ده ماله انا افتكر انا كان غلطان بزمان ده ترى انت في خرطوم وفعلا انا قلت عديه قلت كل عديه اصل زي لونون ليو انت بتسمع في الراديو ده اصلا ده ناس ملي قلنا قدو قلنا في فرقه من قال يا اخي كل يوم كنا ما كنا قالوا يا ولدي ده انا كلام مني قالوا يا اخي مره تايمه بعين انا كويس عشان كده كده اسمع غنى دي اما قام كنا غنى لون لي ورنا رانك بيجا نمبالو بغانا سوكينا لون لي ورنا رانك بيجا نمبالو بغانا سوكينا يا ما نيو يما كلن يمود انغورو دا كنا جانا كودي دوتي كيم بلا دي دي دوتوني كارن دادي كونيرا دا دنا بسمو دا دي بعربي تجوبا قال متانا بل متانا ده اللي مرة ده اللي هو ونو مرة ده موجود راس في الدنيا هنا فيه في جوبا نزات في بيوت تنا كنا فتاش نا كويس بنلقى المرة راجل بيشتغل 24 ساعة هو ما بيهمه بطن الراجل ده بيهمه بطنه نفسه او بطن قالوا عيال لكن عيال اللي كان انا ما اجيبه إذا أنا كم أجيب الشغل لكن لو ما أجيب له بإيشو يا اللي بموتوا إذا النودا أن نقولنا ديز بقولوا في باللغة ده مادة في المجتمع فأنا قلنا زدت في كلمات ودخلت في الموسيقى يا عزة تشاف الغنى داس انتشر وأنا حفظت التاريخ بتاع اسم المؤلف مزو إذا الغنى عنده دور كبير يلا إيال تنم في استرالا سبقا اليوم واليوم ما ناوي شنو مو بيعرف روتانة تنس بنوزات أنا كنت في زيمبابوي 2013 أنا قلنا وليلي 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 ناس زي كم 50 سفير في الهول قاموا رقصوا بيردوا معي أنا بقيت سفير لدولة الغير معلومة مش كده؟ أنا الناس كان ما عارفين جو بلا بس بيعرفوا الناس جونجارين في شكلها ما عارف بس مزو الوش القبيح الوش الكعب يا بيجيبوا دائما هناك لكن من خلال الغنى ناس يعرفوني خواجات وشنو ده في حراري في جامعة اسمه في جامعة بتاع فلسفة هناك أنا كان عزموني حفلة هناك الغنى كان نقول أنينا دارين سلام بسلام بلد ده أنا عملت غنى ده 2004 ولا 2003 لما فنانين من النكرات خيرونا قال كده نعمل غنى من أجل السلام غنى ما يزيد أكثر من 4 دقيقة وكلمات ما تكرر انا ده سلام كثير فوق يكون بس زياده من 2 ميز وده غالبا اغاني بتاعتنا تلو العصا انا عندي اغاني بيقول ربنا خلقنا بصوره بتاعه وعلينا ان نسامح بعض نصالح بعض اللهم صالح في اغنيه بتاعي بيقول بهوريه اي حاجه بنادي كنا هي ببلد ده وكنا سامح بعضون كنا في بعضون
يمكن ناس كثير بيقولوا على سلاح او قالوا بيجيبوا سلام او مرات يعني شتيمه بيخليك مقوي نو ينو الغنى عباره عن كبسوله بتاع النفس ودواء لعلاج لاشياء كثيره عشان كده موزه ما غنى بتاعي زي انت فتشت 10 زي بدات تلاقي غنى انت سميت بالكنيسه دي كرناك معناه شنو؟ القلب النظيف القلب النظيف ده تبكت فوقه اكل تبكت فوقه عسل تبكت فوقه لبن تبكت فوقه مراتنا في سيبر تانا تبقى سبيكر مويا كودو ده كانت درامل بليسنج تبجي مويا تبكين قولوا يعني تبكبو كده الناس من خلال دي كده إذن القلب الطيب ده أنا خطرت في قناة داك وبعدين أنت بتخطه في المستمع بتاعنا you have to translate it to the, those who never know our language yeah. بعدين نقول ما أنا قناة ده كده قالوا بينا أكبنتي نادت ناكي بينا ده تير صغير نانيار لي لينغا بان نانيت قالوا بيهيبو اللي سبت تو صنع تيلي لينغي تيلي جينكان ko taling ko pitena ko nyarjo de asas beta bible sona tilingi tele jinka ko pitena ko nyarjo ko nyo ko fim talata kan shukta ko pitena izan alguna indu maqasid ruhiya min as-sama al bible bidu'u li shunu al ghufran al love forgiveness دي اساسيات بتاع حياه كانت ما موفر فيك استفاد ده تمام انسان انت وحش لان الاساس ده بيخلي اللايف تو سبيس سموث ايه الاساسيات العلاقه بتاع انسان مع الطبيعه الطبيعه الجميل ده بتكون موجوده لما يكون حفاظا لشنو للسلام والسلام ده هو اساس المحبه شكرا جزيلا واو ممكن نمشي لفاصل بسيط كان لنا رجع عندنا بصمه كثير من جنرال بولينا Welcome back from this short break. With me here still I have the legendary General Paulino and we are going to continue with our questioning. General Marhab Maratani. Naam, shukran ya biti. Ana dera asadu. Hasi katagain ada utakalitan nazi junubin, nazi waduru, iyal giraba marufu tantumun, marufu zatu, salam giseli mukef berutan. Tagi kan leita ze fanan, dor ta music shunu in keeping our culture. ده سؤال يعني في محله. ده سؤال المفروض يعني سؤال انا بسال اي زول قال هو جاي من قبيله. سي هذا. انت كم بعرف سيبر بتاعك كان في بلد كان ولدوتا انت راجل يسموه مفروض منو بيعملوا كام يوم مره ده بيجيبوا اسم بتاع بلد ليتا. نعم نحن بقينا في سيفيلايزيشن بقول متحضرين. بس اجيبو جنا تاك تا باغيو جون انت مار جون دي كان جنا منو و ذاتو كان موت بي امولو كيف نوكا كيف بي دبنو كيف دا 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 لا لا دا ني ناس في خطوره بالمناسبه تا تفشي او تبدد يعني الواحد دخل جو قالش تزول ثاني وما قالش ذاته شغل مثلا يا اخي اي دون هاف ا تايم تباكل براك ده ده ما قالش ده تم ده جبار انا بقول بروتان انا يسوع قالين يا رد اناني ده قالوا هذا قالش تم مدينه سا بيقولوا بدخلوا كده فوق قال ايكونوميك نوت جود انت كان زول درجه من بلد كده كده دوغلي تليفون قبل كام يوم انا ابوي دوغلي تليفون انا جاي ني امي اجي ببيت بزمان انا لو فوق نين يا ولد درجه نو نينا ان مشكله في عيال انه جنا سكر من سبا كانوا تليفون وتلفزيون ولا شنو
كان كان تلفزيون مكويس مرة بيجي مسلسلات تاكل ده كم مسلسلات معلش مرة بيجي بزاتو حاجة مسجل في بيت سلوكيات ما كويس بقول زي حاجة تانية زي شخص ده دي مبرز زول في مركم يا بيعرفه لكن ناس عيال زمان ده بيجا عندهم في الحاجات على التليفونات وبيجا مرات هم زاتو دار عينه الانواع بتاع الكلام ده كذا وبيجا حتى تلقى جنة لأن الناس الكبار يجيبوا ليه؟ لأن تعلموا جنة لغة العالمية ما بطال تعلموا جنة إنجليزي ولا فرنسا ولا عربي لكن لغة بتاعك ده عشان يعرفوا قال يعني مثلا ده لغة اسمونوزي أنا قلت لك أنا في زيمبابوي أنا غنيت بتنباري هذا وكثير أنا عملته في كينيا برضه ليبنا ما كونغوليس أديك مثال بسيط بس في انت لما تسمي زول مثلا محمد عباس عثمان بعدين انت قال انت جاي تفرز لاكو تر له لادو ابي تلقى سي اسد زول تلقى 200 في الزعمه بتاع الدول العربيه كم في العالم حتى افارقه في البيئه المسلمين انت بعرف كيف داير قبر تمنو 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 معناه لاكو انت في نسينا خلاص يعني كسارة جدو الولد دي زول ديني لا رجال في خرطوم جرى مصر جرى وين بقاسة انت فنوس كالتشاس it is your identity أكل أسر بار ملا برندا أبيار جنبا أبيار فول يعني ناس ملا ألو متى كان قام ولا ناس كفيدو كان سبب سنة قام لنا أبيار أسا بيعمل بجيبيا تو بابات بكتب في النار بكتب موي سخن يلا بعدين بكتب فوق شجرة أورشال يلا بشيل جوالين يحمو جنة النار بي ده part of you ده ما بيمنعك بأن أنت بودي جنة في مدرسة اللغة الفرنسية ولا اللغة اليهودية غنى مثلا غنى تنى أنا زي ما قلت لك الغنى بيجيب تاريخ الماضي لما أنا قلت لك أدية قلت كل أدية وبس بابا ده أدية ده معناه شو أنا بوريه قال أدية ده معناه نازل ماله كلام قلت أدية كلام قلت ده معناه نازل إذا أنا علمت اللغة بتاعي لجنة بتاعي لامتداد الهوية بتاعي يعني جانا ده كان ماشي بارا راك بس تطب بيعار توانا كان زول أدي أنا لما ورا لينا لأدي توان مو بيعار ده روسان تومون ده معنا زول ده ببقاليو والروسان ما بنتي مزو قماش عندنا زمان لما أنا كان سوغا أنا بلالغا في ناس اسم كربابا باري بلبسو ده أو عندنا شولك بنتو عندنا شولك أنا طبعا من باري سبيكا عندنا كربابا عندنا بباري لكن شولك بيقول لا مزو انت عارف زول بلب التنور هذا زمان بار بلبس التنور راس انا ما اعرف يلا زمان ده بيقول ده اهالي طبعا لكن اهالي ما في لبس ديس ده تاع الهنود الهمر زمان لما انا كده في السينما فيلم رومي ده تلقى زول انه دمبري وحاجه كده يعني ما في زول ولا دوت ولا جوا جامع الخرطوم ها ولا دوت عريان صح؟ انا هنا ربنا قام اداك فكره تعمل لنفسك قماش اللغه مهمه يعني هسه انا بغني برتامباريا لان عندي population صح من تالي لا دي كايا لا دي كجيكيجي لا دي جدا من كوبريسمو كوبري انجليزي لو خويا برتون تامباريا ما دي جل لولو برتون تامباريا عندك لوباري كليكا عندك خوانا ديلي نفي في جزء من ناس فرقة بتاع السواكة ده قالوا أنه بقول مكاركا برا من ناس مندوجو لبار بعد من ناس إذن أنا بغاني مش عشان أنا زول غربي نو قرية دي موضوع تاني وزاد في العالم ما في غربي بعد ده بعد مش بقول سجوك في مدينة تشيكن التشيكن ده ممكن يمشي غارية ماله أنا بأكل نفس الشيكين بس الدولة بتاعنا ما وفر وسائل التمدن في القرى ما هو ده جاد الأسباب تاع هروب تاعنا من كم وخمسينات لهذا وده خلاص أنا لقينا اندبندنت وأيم شور بأن زول تاع إذا كان زول في 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 ركن بونس لغة الإنجليزية ما نفس الإنجليزية في أمريكا ده ما في حاجة تقول ده وسيلة اللغة ده أساس بتاعك هوية بتاعك لكن أنا بيوم
Pionda, mana mother di Amerika, dan dari kini Pionkang, deh. Mother mau di Arab, dan dari dini Pionggorutan, asan wa et alam. Izan alguna juzu minnu, wa takhatib an-nas minnu. Umarat ma tansa, al-lugha zatu bihamik, mana mara himat, protect, masa? They will protect you, this is your language. Izan al-culture, the culture, Ubergal kela hongade na zel filan na filan. Ma Allah ma gal tan la ma khala ka ginta bariya be murka ka betak be eta molo burma betak ta ba mon la molata ke bersam bele de bul zim masan molata berikat au beta molata jumba izan nehna mutalabina senar bana al ilm shi wal culture shi Wuna lazi na futi stereki beana ana filana filana ana ladu ane ma fi ma tak jalam men yuara den cipta. Risala tu kishinu le viewers na salga inonna ugas malanna risala tu kishinu akir risala sakit. Risala tu tay kaden nabni belat ismu Junub Sudan tembe bada min nafsak. Yeah. But the bill you are around. من حولك تكون سبب بتاع سلام you start from you تبني حاجة زنتو good environment البيئة الصالحة للعيش كويس يعني البيئة الصالحة للعيش معناه كيف كون إذا سبب بركة كده أنا دار أقول لك يا بنتي زول كان قاعد في بلد بس أقول خلاص ما ترجع نكتانه Dok kata kau dong lawak ke arif dok enya kau te kena liwa. Ti de de ma guri mbar ma. De ta haram ta sara guzifa. U ta der e amal aja al ma akhlaq ma adab fi life. Le la na de ma wazifa ta ko si bar bar mo ko ta adab ge wurtu ngini ko ke pia ko nyokro ni de do anyo ngini. Mataji izan nehna lazim nakun sabab khair kun muzara salih كون حتى الجنة في جسم ده صالح يعني أنقل أخبار السارة دائما يعني you have to be part of to send good message in your community first or around you يعني حتى الناس بيحبوك يعني ما تكون بروتانا بقول أنا أقبله لو دوك يعني كون سبب خير فأنا بشكركم وأنا مبسوط أقول إنت كون ناسا إنتو يون بتاعي يا أولادي وبتي جكودو ربنا يحفظكم لي أنا عشان نقول نقدر نودي البلد ده لأحسن مرحلة وأنا متأكد أنتوا هسا ما أغنياء أنتوا فقراء لكن أنت غني في محبتك للآخرين أنت عندك حب للوطن بتاعك يكفي 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 أنت بلقوا الكويس لسه أنتوا ما شفتوه قدام بتلقوا جاس كل ما كده وجده يعني انت تتعب دون ينيرة انت باكل اكل حاجة الديف الكويس دائما صح حاجة الكويس بمعقك انت تاكل تاكل المعقك ده ما تجي فوقه عشان كده تقدر كده لكيت وان بعدين ده بلوي امكم تقدر موتو قول يا ربنا انا ما عملت حاجة فانا مبسوط في هذا الجلسة الاخوية انا مفتوح دائما لكم عشان اكون سبب خير لكم بكره انا كربنا رحلني من الجسم ده انا بلقى محل هناك تقوم بيقولوا يابا كان زمان بعلمنا كيف نعيش زي نور انتوا في الكتاب المقدس قال انتم ملح وانتم نور العالم ما في زول بيكون نور اذا هو بيدخل نفسه في خطيه فشكرا لك يا بنتي جكودو تقول برجيتا نابود 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 نجد نهاية برنامج جنة لكن أنا ما بيسي بجينا رورو على هذا قولنا لأننا قولنا واحد وش كده؟ مرحب أي قولنا أنا برود وارتك وش كده؟ أوكي بس سوي سوي كويس كويس نذكر أديا متوكل أديا 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 Adea mankaro na lugana Adea ngutoko la adea Adea, adea Adea mankaro na lugana
Narere mama manga no gana, narere mama leglio, narere mama manga no gana, narere mama leglio, adia mutokula adia.